عسلامة ومرحبا بيكم. ان شاء الله الناس كلها تكونوا بخير ولاباس. رجعنا لكم اليوم في فيديو جديد وفي رسات جديده. اليوم قدره ربي باش نوريكم طريقه اخرى نتاع روز على الطريقه التركيه. روز هذايا ساهل ويصلح باش يكون لمجه للصغار، سيرتو الصغار اللي ما يحبوش بار اكزومبل حاجه بالصوص ولا حاجه فيها مرق برشا. اول حاجه باش نحط طنجره هكا تسخن، نحط لها هكا تقريبا 50 غرام زبده عربي. تنجم تحط مارغرين بالطبيعه. باش نحط زاده كميه نتاع زيت ماكله هكا تقريبا نص كاس صغير. نذوب الزبده هذه بالقدا كيف ما تشوفوا. بعد تو ما ذوبت الزبده هذه، انا عندي لهنا كيلت زوز كيسان بالكاس تاع 200 مليلتر روز هكا، وخليته نص ساعة في الماء السخون والملح باش يسيبك النشا نتاعو هذاك ينضاف منه. انت بالطبيعة حسب عدد افراد العائلة وحسب الكيلة اللي تحب عليها، تحب صحفة تحب كاس، انت والكيلة اللي تحب عليها. انا كيما قلت لكم عندي زوز كيسان هكا، تخيل زوز كيسان روز هكا، خليته نص ساعة في الماء السخون والملح باش يتنحى النشا نتاعو. توا الروز هذايا باش نقليه هكا بالبدا في الزبدة هذيا، باش نقليه بالقدا لين تولي كل كعبه وحدها، باش من بعد ما يلصق لك تبدا كل كعبه وحدها. كيف ما شفتوا هكا نحرك بالقدا ونحاول نقليه. فما شكون يزيد شوربه لسان عصفور يقليها من الاول تاخذ اللون البني. انا اليوم خيرت اني نعمل روزة كهو من غير الشوربه هذيك. نواصلوا في التحريك هكا لين يشرب الزبده هذيك وتبدا كل كعبه وحدها. كيف ما تشوفوا باقي نحرك. باش تحب الرز نتاعك ديما باللون الابيض نتاعو، تنجم تعمل تعصر له عصره قارص باش يبدا لك الكولير نتاعو ديما ابيض. تنجم هكا كيف تحط ملح من توا، زاد باش يحافظك على الكولير نتاعو ما يسمرش. ونواصل التحريك باش الرز يتقلب بالكدا ويشرب الزبده هذيك. كيف ما تشوفوا قاعده باقي نحرك. ديجا قلت لكم باش كيف ما تشوفوا هكا باش الرز نتاعك ما يلصقلكش والكعبه تبقى لك كامله ما تتكسرش، يعني تبقى تحرك تقليه في الزبده هذيك لين يشرب باش الكعبه ما تتكسرش وما يلصقش. كيف ما تشوفوا وصلت التحريك. باش نوريكم يهبط كل كعبه وحدها هكا كيف ما تشوفوا ماهوش ملصق. ديما نوصيكم كيف تبدا طيب في الماكله ديما عندك ماء سخون بجنبك. توا الرز هذايا بعد ما تقلب الماء صبولو الماء السخون نتاعو. انا بما اني كيلت بالكاس باش نوريكم، خاطر كيلت زوز كيسان ديجا باش نكيلو الماء نتاعو هذايا الرز هذايا، يعني على كل كاس رز زوز كيسان ماء واحد. هذا أربعة. فما شكون ما يكيلش بار اكزومبل، اللي ما يحبش بالكيلة هكا يبدا مش مربوط بالكيلة، تنجم تصب الماء نتاعك لين يغم الروز هكاكا بالطريقة هذيا لين يفوت يغم الماء يغم الروز. كيف ما شفتوا تو بعد ما صبينا الماء هذايا هكا المكون الثاني في الرز هذايا اللي هو الحمص. عندي هكا صحفة بتاع حمص سمطته بالقدا طيبته باش نصبوه لهنا هكا في الرز. وعندي لهنا هكا ثلاثة فخاذ متاع دجاج
صمدتهم في الماء والكركم وفترشتهم هكاك في صغيرين باش نصبهم زادا. كيف ما تشوفوا ساهل، ما فيه شيء، مكوناته سهله، ما يطلبش برشا حاجات، ما يطلبش برشا مكونات. هذا يصلح للصغار سيرتو، حتى الصغار بار اكزومبل بيبيات يبدو ياكلوا الروز وياكلوا الدجاج والحاجات الخفيفه. هذا من غير ما فيهوش يعني فحات، جوست ملح، تنجم تنقص ملح، تنجم تستعملش، تنجم تواكلو للصغيرات، وفي نفس الوقت يصلح لمجة متاع الصغار. كيف ما شفتوا هكا، تو بعد ما حركته هكا تخلط الكل مع بعضه، هذا باش نخليه جوست يغلي. ديجا تشوفوا فيه خاطر الماء سخون بدا يغلي، هذا باش نقصلو ونحط الغاز على الدرجة متاع يعني نقص الغاز على نار هادية ونخليه يطيب، ونتفقدوا كل 10 دقائق نحركوا مره. كيف ما شفتوا تو بعد ما حركته هكا، تو باش نقصلو نقصلو النار على نار هاديه باش نحطه ونغطيه ونخليه يطيب. كيف ما تشوفوا هذا تقريبا بعد 10 دقائق تشوفوه شرب الماء، نحركوه هكا شويه. كيف ما شفتوا حركتو، باش نزيد نستويه هكا ونخليها 10 دقائق اخرين لنزيد يكمل يشرب الماء هذاك الكل. كيف ما تشوفوا هذايا تو بعد برسك 20 دقيقة الكل حركت مرة قبل، هذه المرة الثانية باش نحرك. كيف ما تشوفوا الماء نتاعو شرب الكل. كيف ما تشوفوا الروز الكعبه كامله ماهيش مكسره. كيف ما تشوفوا هذا باش نحركوه هكا، كيف ما شفتوا ما شفتوا. تو باش نطفي عليه هذايا ونغطيه نغطيه بابي سيرفيت باش نغطيه باش يشرب كل الفابور هذاك، ما يخليش الروز يعاود يتبل. تو هذا بعد ما طفيت عليه كيف ما قلت لكم، تو باش نغطيه هكا بابي سيرفيت باش نغطيه هكا. ديجا هو مازال سخون كي طفيت عليه، باش نغطيه نحطو هكا ونحط عليه الغطاء نتاعو هكا باش الاكل فابور هذاك باش تشرب البابي سيرفيت ما يتبلش الروز. نخليه يرتاح مدة 15 دقيقة وبعد باش نوريهولكم كيفاش الروز يبدا كعبة كعبة، يعني ماهوش ملصق ولا حاجة، وباش نعمل نقدمو نحطو في طبق التقديم. كيف ما تشوفوا توا كيف ما قلت لكم باش نخليه الروز هذا يرتاح ربع ساعة. ديجا تشوفوها البابي سيرفيت كيفاش مبلوله، هذا الروز نتاعنا ديجا تشوفوه ماهوش معجن كيف ما شفتوه، البخار هذاك الكل شد في البابي سيرفيت كيف ما تشوفوا. هذا الروز نتاعنا كيف ما شفتوه ماهوش لا معجن لا حتى شيء. كيف ما شفتوا الروز مفرك كعبه كعبه. تو باش تعدوا لطريقة التقديم. أنا عندي هذي سيليكون ماخذتها سبيسيالمون للروز، باش نعبي هكا. بيان سور الروز هذي تنجم تحط معاه مالح، تنجم تحط معاه حاجة أخرى بحكم اللي هو بالدجاج، يعني ما يطلبش ماكلة أخرى يعني. ديجا هو بلا برانسيبال هذايا، جوست تحط معاه سلاطه والا طرش. كيف ما شفتوا هكا، كيف ما تشوفوا نجي لهنا ناخذ البلا هذايا هكا ساهل ما فيه شيء. كيف ما شفتوا هكا، كيف ما شفتوا هكا يتحط معاها ترشي ساهل ما فيه شيء.
تنجم تحط معاه نوع نتاع سلطه، ولا تحط معاه حاجه اخرى، لحم ولا حاجه، اما ديجا فيه دجاج هو. تنجم تحط معاه خضره مسموطه كيف ما شفتوا. ساهل، ما فيه شيء ياسر، بين ننصحكم جربوه سيرتو للصغيرات. يصلح زاد لومجه، مش صغيرات يهزو معاهم، يهزو معاهم المدرسه. ان شاء الله طريقه عجبتكم واستفدتوا منها. ننصحكم جربوها، خاطر بنينه برشا وصحيه. ان شاء الله الطريقه عجبتكم واستفدتوا منها. نتقابلوا ان شاء الله في فيديو جديد وفي روسات جديده. في امان الله.